السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هنا ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الموضوع اللي مهم مهم بزاف، وخص اي مربي في الحقيقة للمبتدئين المحترفين يكونوا على عين بهذا الموضوع. اول حاجة نهضروا على الكاج اللي كيكون بحال هذا الشكل. انتما كيكون هذا كاج دوريجين، يعني شوفوا القاعدة ديالو فيها ما بين السلك والسلك كيكون تقريبا واحد سنتيم. هذا كيكون دوريجين. دابا الناس اللي كيكونوا عندهم كيجان وهم غير مصاوبينهم، يعني كيكون الفتحات ما بين الفتحه والفتحه كتكون كبيره، تما كيوقع ان الارنب كيكون اما كيجري اما يعني انت يا بغيتي تهزو مثلا، او في داك العمليه ديال التزاوج كتخشى له رجلو في الفتحه بحال هكا. هذه راه غير الفوق الجهه القاعده، هذه الفوق يديروها واسعه ولكن القاعده كتكون ضيقه. كاين الناس اللي عندهم بحال هذا الوسع هذا كيخشي الارنب رجلو هكا وكتسنى له بهذه الطريقه بحال هكا وكيوقع كسره، انه كيتكسر له يعني هرس كتهرس له الرجل. حنا دابا غنهضروا على هاد الهرس والطريقه كيفاش نقادوه، يعني بابسط الاشياء. وهاد الطريقه راه مجربه، يعني ما غاديش تهز مثلا واحد الارنب وغادي تديه مثلا عند البيطاري باش غادي يصوب له رجليه. ما تقدر يكون يعني خصك تكون مزروب بعدا، خصك يعني المواد الاوليه خصها تكون عندك الاوليه، يعني عندك شي حاجه في الدار وتقدر تخدمها انها تفيدك. اول حاجه انتما كاين بانس بحال هذا الشكل هكا، وكاين مقبط العادي اللي كيكون فيه ديال التمساح، كتكون فيها انتما مصوره فيه ديك التمساح. المهم هذا هو كيقولوا له المقبط ديال التمساح، مقبط عادي ديال النشير. لاحظوا انني سمو درت انايا حيدت له هذا الرسول، فاش حيدته بهذا المقبط. شنو كيولي عندنا؟ كيولي عندنا بحال هذا جوج مرصويات، جوج يعني قطعتين. كيفاش الطريقه؟ وهي غادي نجيبوا واحد سكوتش عاديه كما بغات تكون، ونفترضوا ان هذه هي الرجل ديال هي في الحقيقه هذه الطريقه راه من بكري ويعني كيوصيو بها الاطباء، هي سمو هي كيقول لك الاسعافات الاوليه. هذه اسعافات اوليه، ولكن منين جربوها الناس بالنسبه للارانب لقاو بان اللي ماشي هي في اسعافات اوليه، وانما كيبرى بها الارنب. اول حاجه كتشدوا القطعه الاولى، ما غاديش ديروها بهاد الجهه اللي فيها هاد البلاستيك خارجه منها، غادي تجيبو بحال هكا. كتشوفوا الرجل مثلا كتكون هي هذه، وكتكون انا سمحوا لي ما عنديش شي حاله باش غادي نوريها لكم، انا نمثلها لكم في هاد البانس. كيكون الرجل ديالو مثلا هي هذه تقريبا بهاد الحجم هذا، وكتكون كتبان لكم مرخيه هكا، مرخيه الرجل ديالو. غادي تشدو هكا وتحطو الجهه اللي مهرسه اللي مرخيه، غادي تشوفوا على حساب الثانيه، ماشي ما تحطوهاش يعني في واحد الجهه اللي هي مثلا تخليو الهرس هنا في هذه المنطقه وتجيو ديروا هنايا هذا الجبيره، لا غتمشيو للبلاصه ديال الهرس كتحسوا بها البلاصه فين ترخات الرجل، وتحطوا له جهه هكا وجهه هكا وصافي، وتلويو السكوتش هكا. هاد القضيه هادي غادي تخدم 100% كتخدم ولكن المشكل فين كاين؟ ما بين الذكور والاناث. كاين الهرس ديال الصغار، يعني ديال الخلفات الصغار، هذاك سبحان الله كيبرى بوحده، يعني كيكون باقي عاد هو عاد قريويشه، عاد الحيمه صغيره، انه كيبقى مسكين كيمشي في الاخر كيبرى. هذه بالتجربه. ولكن نهضروا على الارانب الكبار، يعني بالنسبه للاناث وبالنسبه للذكور. بالنسبه للاناث ممكن انها تبرى اذا كانت يعني انا غير كنعطيكم يعني النسب. اذا كانت في الارجل الاماميه، ديما الارجل الاماميه ماشي وتكون رجل وحده.
تال الرجل الخلفيه ماشي مشكل بالنسبه للاناث كديروا هذه الطريقه هذه تقدر تخدم يعني واحد 3 ايام ولا كتحيدوا لها هذه الجبيره كتلاحظوا انها بدات كتعكز عليها شي شويه كتحيدوا هذه الجبيره سيدي ربي كيجيب التيسير. اما بالنسبه للذكر الذكر سمو القوائم اللي كيعتمد عليهم لا في عمليه التزاوج لا في المشي ديالو لاحظوا ان الذكر كيكون عنده الارجل الخلفيه طوال على الارجل الاماميه يعني هو الضعف ديالو ونقطه القوه ديالو كاينين في الارجل الخلفيه. من الاحسن منين تشوفوا الارجل الخلفيه من الاحسن الموس. علاش؟ لان ما كيبقاش عنده هو الذكر اسمه هو في الحقيقه ماشي كنكبروا اننا غادي نذبحوه لا الذكر كنعتمدوا عليه في عمليه التزاوج. اذا كان الارجل الخلفيه تصابوا ما كيبراوش من بعد الهرس ديال الذكر اغلبيه ما كيبراش. الانثى راه كونوا متاكدين انها ملي كتهرس وكديروا الجبيره ولا كديروا لها اي حاجه واخا كتبرا الرجل عوجه وماشي مشكله برات عوجه لان هي في عمليه التزاوج ماشي هي اللي كتطلع. هذا هو المشكل دابا اللي هضرت لكم عليه. منين تشوفوا الذكر تصاب واحد الهرس واغلبيه يعني يقدر يكون في الارجل الاماميه يقدر يبرى واخا تبرا عوجه الرجل ماشي مشكل ولكن الا مشات حتى برات الرجل في الارجل الخلفيه يعني برات وهي في الارجل الخلفيه كونوا متاكدين ان هذاك الشيء ما كيكونش هو هذاك لان هو خصو يطلع فوق المنتوه بواحد الطريقه مستقيمه. الا مشى تطلع وهو مائل ما كتكونش عمليه التزوج هي هذه وكتبقى ديما عنده الاثار ديال الضران في الرجل. يعني منين تشوفوا الارجل الخلفيه من الاحسن ما تعذبوش معاه ديروا واحد الذكر اخر سكول كان عندكم ولا شريوا ذكر اخر. المهم هذاك ما غاديش يبقى صالح للعمليه ديال التزوج ما غاديش يعطيكم واحد المفعول هو هذا. اذا هذا هو الموضوع ديالنا ديال هذا النهار. الناس اللي ما ساركوش معنا يشاركوا معنا تكيو على زر جيم باش تساندونا وتكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. وبشركم مبروكه والى اللقاء في الحلقه المقبله.